أكثر شيء جذبني بشارع رشيد هو سر رقم 4. ليش 4؟ ليش مساحته 4 كيلومتر؟ ليش هو يمر بأربع يمرون يعني من خلاله 4 جسور؟ ليش ما الباص رقم 4 هو اللي يفوت من خلاله؟ والأحلى إنه من الصدفة إنه يكون بأربع سينمات ويكون بأربع جوامع واسمه رشيد اللي هي 4 أحرف راء شين ياء دال. والأحلى بعد إنه رشيد متزوج 4 نساء. كل هذا كان محض صدفة.